أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سائل يقول: رغم بشاعة الجرائم التي ارتكبت في يوم عاشوراء والمصائب التي مرت على مرأى ومسمع الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، إلا أننا نستمع إلى قولها وهي تقول: ما رأيت إلا جميلة، فهل لكم أن تفكوا لنا هذا اللغز المحير في هذه العبارة؟ أنا أقول أن كربلاء، عاشوراء، كلها أسرار. عاشوراء وكربلاء أسرار من ألفها إلى يائها، كل مفردة من مفردات كربلاء فيها أسرار وتنطوي على أسرار عظيمة وخفية. كل شخصية في كربلاء تنطوي على أسرار عظيمة. كربلاء في ترابها سر لم يتكشف، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الشفاء في تربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فتراب كربلاء فيه الشفاء. لماذا جعل الشفاء في تربة كربلاء؟ ذلك سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. سماؤها سر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء تحت سماء كربلاء مستجابا. ولماذا هذه الخصوصية لسيد الشهداء؟ ذلك سر من أسرار الله مع المولى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. من أبي الفضل العباس القائد العظيم في كربلاء إلى عبد الله الرضيع الطفل الصغير سنا في كربلاء، تنطوي أسرار لا يمكن لنا أن نحيط بها. إلى الآن لم تتمخض الأيام عن كشف تلك الأسرار، وما بان منها إلا اليسير اليسير، إلا أن ذلك اليسير أثر العالم وكان مائدة دسمة ومائدة غنية. استطاع الباحثون والثائرون والحاكمون والمظلومون ومختلف الأطياف، كل ينتهل من كربلاء بحسبه، ولكن يبقى أو تبقى مكانة الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها مكانة متميزة، مكانة فريدة، وتبقى أسرار شخصية الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها لا مثيل لها. كما أن الحسين عليه السلام وتر، كذلك الحوراء زينب كانت وترا وتبقى وترا، لم تشفع ولن تشفع إلى يوم القيامة. فلذلك ليس غريبا وليس يتيما هذا الموقف وهذه العبارة، فكل عبارة من الحوراء زينب كانت عظيمة وكانت سرا من الأسرار، وكل موقف من مواقفها كان عظيما وينطوي على أسرار كثيرة. فليس هذا الموقف موقفا غريبا أو يتيما حتى نستطيع مثلا أن نقف عنده، وإنما نقف في قبال سجل وسلسلة حافلة بالمواقف والكلمات الغريبة التي تنطوي على أسرار لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم. وإن تكشفت لنا بعض الحقائق الظاهرة من شخصية الحوراء، من مواقف الحوراء، من كلمات الحوراء زينب سلام الله تعالى عليها، إلا أن الغموض يبقى يكتنف الأكثر. هذه العبارة لا يمكن أن نتعامل معها بشكل أدبي كما نتعامل مع حكمة مثلا من الحكم، أو كما نتعامل مع بيت من الشعر، حتى يقوم الناقدون بالنقد الأدبي فيستخرجون نكاتا بلاغية مثلا، أو نكات أدبية، أو صور شعرية من الملحمة، من القصيدة، من البيت أو ما شابه. هنالك عمق معرفي وإيماني لا يمكن أن يرقى إلى ذلك العمق
ينبغي للإنسان أن يرتقي إلى تلك المكانة حتى يستطيع أن يتفهم بالبعد المعرفي والإيماني للحوراء زينب في هذه العبارة، وأن للإنسان مهما بلغ أن يبلغ مبالغ ومقامات الحوراء زينب في مكانتها المعرفية والإيمانية، وقد قاربت شخصيات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم معرفة وإيمانا ويقينا. إذن هنالك بعد معرفي إيماني عظيم جدا وعميق في هذه العبارة، ولا يمكن أن يفسر إلا من قبل البالغين إلى ذلك المقام. وأنا أعتقد أن مقام الحوراء زينب مقام برزخي، يعني لا أقول أنها في مقام المعصومين، ولكنها بين الخلق وبين مقام المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. فيمكن للإمام المعصوم أن يفسر لنا هذه الحقيقة. فإذا الإنسان المؤمن ظاهر الكلام هذا الإيمان وهذه المعرفة، تريد أن تقول الحوراء زينب أن الإنسان حينما يتعامل مع الله سبحانه وتعالى يتعامل مع الجمال المطلق، فلا يرى إلا مطلق الجمال، لأنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى ويقدم في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن الرؤية ما رأيت، لا تريد الحوراء زينب أن تتحدث عن رؤية البصر ورؤية العين، وإنما تتحدث الحوراء عليها السلام عن رؤية البصيرة ورؤية القلب والروح، الرؤية التي كان يتحدث بها أبوها أمير المؤمنين وهي تلميذته البارعة، حينما كان يقول كيف أعبد ربا أعبد ربا لم أره، ونسبت إليه عبارة أنه قال عليه السلام ما نظرت إلى شيء إلا ورأيت الله فيه وقبله وبعده. فإذا هذه الرؤية التي بلغت إليها بذلك القلب النير وتلك البصيرة التي لا حدود لها، فرؤيتها بأبي وأمي تختلف عن رؤية الآخرين. الأمر الثالث، تريد أن تقول الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها أن تلك الأجساد التي رأيتها مبعثرة مقطعة ما كانت إلا عبارة عن كتف أو صحف، وما تلك الدماء الزكية التي رأيتها متناثرة على ترابي أو تربة كربلاء إلا مداد حبر. هذه الأجساد التي طرزت بالدماء الزكية، الأجساد الطاهرة التي طرزت بدمائها ما دام أنها في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله ومن أجل حفظ المبادئ، فما أجمل أن يقتل الإنسان وأن يبعثر الإنسان وأن يقطع الإنسان من أجل أن تحيا مبادئه ويحيا دينه. وهكذا كان الحسين عليه السلام، وهكذا كان يوم عاشوراء. هذه الرؤية التي قدمتها مولاتنا الحوراء زينب، وهنالك الكثير من الخفايا والأعماق في هذه العبارة، أنا أعتقد أنه مهما بلغ العلماء والعظماء يتصاغرون أمام عبارة الحوراء زينب ما رأيت إلا جميلة. هذه العبارة التي رسمت لنا لوحة لا حدود لها من الجمال لهذه الشخصية والكمال لشخصية الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.